اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل تأثير الورقة المشقوقة بطريقة احترافية. طبعا هنالك العديد من الطرق لعمل تأثير الورقة المشقوقة، ولكن في هذه الطريقة راح نستخدم الطريقة الأسهل والأكثر احترافية اللي هي من خلال الموكب. طبعا هذا الموكب راح يتم إرفاقه مع صندوق وصف هذا الفيديو، بإمكانكم تحميله وفتحه. طبعا بعد ما تحملون الموكب وتفتحوه بإمكانكم تشاهدون هذه المحتويات. طبعا نفتح الملف البي اس دي، هذا هو الملف البي اس دي الخاص بالموكب، نضغط عليه دبل كليك. طبعا طريقة التعديل سهلة جدا. بعد ما نفتح الملف بصندوق الطبقات على اليمين عندنا هنا اللي هو دبل كليك تو اديت، يعني اضغط دبل كليك للتعديل، وطبعا هو كاتب هنا يور ايمج، بإمكاننا نضيف الصورة. فقط نضغط دبل كليك بهذه الطريقة ونضيف الصورة من خلال فايل بليس، وطبعا راح نضيف الصورة بشكل مباشر، نضغط على علامة الصح ومن ثم نخرج ويس. إذا لاحظ أنه راح يصير عندنا تأثير الورقة المشقوقة مثل ما لاحظ. طبعا هذا التأثير هو احترافي مثل ما لاحظ، سوفت بالانشقاق. أيضا عندنا تأثيرات جميلة بالجزء المشقوق، بالإضافة لأنه الجزء اللي مشقوق راح يكون باللون الأسود والأبيض، وبالتالي راح يعطينا لمسة واحترافية للتصميم.